وهنا رجعت معكم البنات، غنقول لكم اليوم جراتي دارت لي واحد المفاجاه، واحد الانسان عزيز عليا البنات وبنت بلادي، بنت مدينه ياسي هنا، بنت بدوزه، بنت الكار وصديقه ديالي حتى في اليوتيوب. ملي بديت البنات القناه ديالي فاتحه العبديه، ياك فاتحه صافي بيجي بيجي انا كنت صافي ديالك انا المهم البنات صاحبتي وملي بدينا بنات القناه والله العظيم كانت مسكينه كتشجعني وكنشجعها، وصدفه جات عند بنت عمي، جات عند عمي وعرضت عليا قالت لي تعالى واحد تعالى واحد الصخيره بالزربه، وجيت احسن حاجه تلاقيت مع خويا عزيزه عليا فاتحه والله العظيم والله البنات ظريفه ظريفه كتعجبني، وقناه ديالها زوينه فيها الضحك البنات اللي بغات تضحك وتفوج على قلبها تدخل عندها القناه ديالها، ها هي غتعطيها تقول لكم قنديلو في تيك توك ودخلوا تعد انسانه الله يبارك فيك انسانه مع ام محمد ببساطه مع ام محمد راه قناتها زوينه وانسانه يعني دي كورديو عندها نيشان الله والمشاهده الصادقه، حنا كان عندنا الصادقه راه عارفينها من القديم معايا، وحنا هذو اللي مجمعنا عند بنت عمي ها تبارك الله مرحبا بكم بنت عمنا بنت عمنا راه جارتي بنت عمي جارتي دخلوا عندها البنات القناه ديالها راه ظريفه والله عمر لها الدار راه حنا تغدينا ولكن هذا ما يكفيش يا صاحبي بيجيك يا ربي فاتحه صافي تجي ما عندي ابوني عندك دافين انا بالعقبيه العقبيه هي غتقول قلتي انا كنقول على العقبيه والله العظيم البنات جيت على نجات والله العظيم اكبر صدفه درتيها لي مفاجاه اكبر صدفه طلاقه يديا وشي عطيتها لك عاد ملي جات بقات فيا ما شتهاش قلتي انا طلاقي لي اليوم ولا ياسين تعالوا مرحبا بكم عندنا مرحبا بكم البنات والله العظيم انا قهرتكم على بالديعه وبالخلا ها شوفوا زيدوا ها لا مرحبا بكم كاملين كتعجبيني تبارك الله ربي يحفظك ربي يحفظك حنا تلاقينا والله لاقينا مع صحاب الناس الصادقين كاملين يا ربي نتمنى لكم الخير ونتمنى الخير للجميع والله يسهل على الجميع يا ربي هذاك الشيء اللي كاين الله يحفظكم البنات والله يسهل عليكم